فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أصحاب الإعجاز العلمي أخذوا من قوله تعالى والتين والزيتون، أخذوا مسألة إعجازية، وهي أنه إذا تم أكل التين مع الزيتون فإنه علاج فعال، وهي أنه إذا تم أكل التين مع الزيتون فإنه علاج فعال لعدد من الأمراض المستعصية، وأجروا على ذلك تجارب ذكروها، فهل يؤخذ هذا الأمر من هذه الآية؟ ما في مانع، التين والزيتون فيهما منافع، ما في شك فيهما منافع وعبر وآيات، إذا تحقق ما يقولون فهو داخل في عجائب هاتين الشجرتين. نعم، ولكن لا نجزم بهذا، ولا يجوز الجزم بأن هذا معنى الآية، لا يجوز الجزم بهذا. نعم.